مساء الخير أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم فيديو جديد. وأول ما نبدأ ويا الحمام الملكي، طبعا بداية حتى لا أطول عليكم الفيديو ويصير قصير، عندنا حمام ملكي هذا هنا النثية الحمراء واضحة بالفيديو، هاي عندها بيضة اثنين، واحدة صايرة وواحدة مزروقة، بس هاي أول مرة تبيض فراح أبقيها يعني على الوعدة. عندنا هذا فحل عسلي، هذاك فحل عسلي ثاني، هذاك فحل احمر كبير، وبصفة عسلية طيرة وبصفة فحل احمر، وعندنا ذيك الحمراء نايمة على السلة، ذيك هم بيضة اثنين، وحدة ما صايرة وحدة صايرة، وحدة شادة والثانية مشادة يعني. المهم هم عفتها لان اول مرة هذا بالموسم بيضا، فخلي يزرقا لان مني بيضا وراها يستمر هنا الملكيات تستمر يعني، بس يكبرون فراخها ترجع تبيض، وما اريد اخرها من اشيلها يجوز تتاخر، ولو هي من كان كسر بيضها من اسبوع وترجع، بس خليها نايمة. والمشكلة هي بيناتهم تفاوت بالوقت، بيناتهم يمكن 5 ايام 6، لان نفس الوقت كنت اقدر اعزل هذيك البيضة اخليها ويا هاي واخلي الماية تبيض من جديد. المهم خليهن، الله كريم ان شاء الله، الحمد لله وشكر. هذا الموجود عندنا عسليات ثلاثة وأربعة حمر زوجين، حمر اثنين بيضات وعسليات بعدين، ننتظر ونقول الله كريم، نشوف العسليات لو مبقيهن لو مبيحن، إذا بيضان يبقن، إذا ما بيضان لا. هي طائرة بيض جاهزة، بس أنا ما يعني ما أريد عسليات، أريد أبقي بس زوجين الحمر مثل ما اتفقنا. المهم لهنا نقطع، خلنا نرجع ويا الطيور الحب. تحياتي لكم. بسم الله ما شاء الله، عندنا هذا من الانجليزيات فحل الأرض الأخضر وبنته زرقاء مثل ما قلنا، شوفون مستوى نص انجليزي. هاي بنته زوجها، طبعا هاي بيضة أول بيضة ما شاء الله، شوفوا طبعا شوية بالتصوير هاي المزعجة صار للبيوت، السبب مزعجات احنا شوي اشتغلنا بيهن، غيرنا الفتحة مالتهن قامت تطخ واحد بالثاني، فالمهم خليهن لهن. تفضل من الله، هذا الزوج الثاني هم من بيضات، هذا فحل ازعج والطائرة خضراء، هاي لون حقيقي، هاي الطائرة، هذا الفحل. طبعا عندنا عربيات، احنا عندنا انجليزيات بس جورجين، يعني ذاك جورج وجورج ابيض ونتيجته زرقاء. هذا الزوج بعد مدني زرق، اتمنى ان شاء الله تبيض متاخر لان غيرنا النتايج مالتهم. هنا عندنا الغنادير واضحه عندكم بالتصوير، هذا هنا كله الاوبلاين وباربلو، اوبلاين باربلو. كمل بيهم خير ان شاء الله، وانتو ويانا وراح تتابعون وتشوفون، بس شوية شباب اريد منكم تعليقات واعجاب بالفيديو على مود شوية يصعد، يعني من بالاعجابات اكثر شيء يصعد الفيديو، قم يطلع يم غيرك، لان القناة كلش نازلة هالفترة، يعني العام كنا هواية احسن، كان تصعد الالف والالفين وخمسة الاف. هسا اخر فيديو يمكن نشرته ما عبر 400 ما وصل، اما 290 300 ما وصل. هاي الالوان اللي عندنا طبعا مستويات حلوه ما شاء الله، هذا الباردو البنفسجي بيهن الاصفر دوب لاين، طبعا اكو بالبيوت خلينا نكمل ويا بني. طبعا هنا شفتون لطيور حب تقريبا زوجين بيضات ما شاء الله. هنا عندنا بني الغنادير المقنع هم بيهن زوجات بيهن بعدهن، اكو احنا كنا منهن لحد من هنا على مود الوان.
هلا مود الوانهم ما متراعمة. عندنا ذني باربلوز جوج اثنيناتهم الحلة عزلناهم. الابيض اثنيناتهم سحبناهم. هناك روب لاين عزلناه بطفص هذا ويا ابيض. طبعا الفشر الكل اللي عندنا فشر ما عندنا روز. لاني سحبناهم على مود الالوان قلناكم يعني نريد نراهم الوان افضل. واحد شوية طول ليش يرجع لي ورا حرامات التعب صالون. هنا عندنا طيور الحب بسم الله. اي والله بعدها مبيرة شرقة والصفرة والاخضر. هنا عندنا هذا الزوج الثاني هاي رصاصيات الحمد لله والشكر بيضة اول بيضة من النسية. طبعا هذا الفحل وهاي النسية واضحة هاي الأم وابنها. هذا الابن ابن الإنجليزي الأزرق. عندنا هنا هذا الزوج الله إن شاء الله بيضة بعدها. عندنا هذا الفحل الأليف تذكروها قديم. فحل أليف هذا هم طيبت بيضة طبعا بيضة أول بيضة الحمد لله وشكر. هذا فحل أزرق أخضر طيرته زرق. هاي هم بعد ناعدنا زوج أعتقد اثنين هن خضر أعتقد هم بعد لا هي اثنين هن خضر. وعندنا هاي الانجليزيات الابيض وهاي الطيارة الزوجة. طبعا هاي بعدها كل شيء ماكو ما اعرف زوجات لو لا مع العلم طيارة كبيرة بس هاي ما تطير شباب بس الفحل يطير مو مشكلة خليها طيارة حلوة خشنة. هذني العازليهن بين بار بلو بين هذا ايونج واحد الاخضر بين بار بلو العادي بين البيض. طبعا عندنا معروضات للبيع ما عدا البار بلو نشارتهم بالفيس ان شاء الله هالفترة ينباع. هذا العزلنا اوبلاين طيرته بيضا مثل هاي هم خلي زوجنا ونفتحهم ان شاء الله. مستوى الهاجر ما شاء الله قوي شكرًا. هذا الأولاد طبعا هذا طبعا طور الحب شفتوهن ويانا والحمام الملكي والغنادير. طبعا بداية إن شاء الله شوي شوية بس كلها تبيض هنا خصوصا طور الحب لأن كلهن يبيضون إن شاء الله. يبقى عندنا الغنادير شوية تعرفون الغنادير مو مثل طور الحب صريحات. والحمام الملكي هن زوجين بيضات تدرون بيهن ان شاء الله. الحمام الملكي يجيب البهار وقفص البهارة هاي كده شوية قريبات بس التصوير هن احلى. هاي القناة ديرها لدنا هم شوية ما يطلعون جزء أسبوع بالزايد أسبوعين يبيضون لأن طبعا عم نصورهم وانتم موجودين وتشوفوهم. طبعا حطيت الفيديو صار في 3 دقائق خلي من هنا إن شاء الله ونختم نلتقي بكم بالفيديو الجاي. طبعا ليه فاتح الفلاش الطيور ده بخاف. يلا المهنة إن شاء الله نوصل نهاية الفيديو إن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. تحياتي لكم آسف على الإطالة.